حكومة تصريف الأعمال السودانية الجديدة بانتظار أن تؤدي اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. الإعلان عن هذه الخطوة جاء بعد لقاء جمع البرهان مع وفد أمريكي نتج عنه اتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وإقامة حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة. كلف البرهان 15 وزيرا في حكومة تصريف أعمال جديدة، بينهم علي الصادق علي وزيرا للخارجية، ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط، إضافة إلى 4 سيدات. دوليا يستمر الضغط الذي يتعرض له البرهان منذ أن أقدم على إجراءاته بعزل وزراء حكومة حمدوك في أكتوبر الماضي، حيث أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت. وبرر قراره بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات. لنقاش الموضوع رحب بضيفي من الخرطوم السيد حافظ كبير الباحث السياسي، ومن الخرطوم أيضا السيد عبود الخليفة الباحث السياسي. مساء الخير، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد حافظ، حكومة تصريف الأعمال في البلاد بتصورك هل من شأنها تمهيد الطريق فعلا أمام الحلول والمخارج من الأزمة السياسية القائمة، أم ربما تذهب بالأمور للمزيد من التعقيد؟ التحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن هناك تصوران منذ بداية الفترة الانتقالية، وهو تصور أن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة تصريف أعمال أو حكومة ذات مهام محددة تنصرف نحوها وتهتم بها، واحد منها معاش الناس والترتيب لإجراء انتخابات باعتبار أن الفترة انتقالية، وليس هناك يعني من داع لإحداث تغييرات كبيرة أو الاهتمام بشؤون ليست من شؤون الحكومات غير المنتخبة. لكن أعتقد أن هذا التصور يختلف ويتقاطع تماما مع تصور القوى الثورية. القوى الثورية ترى بأن الحكومة التي تأتي بعد الثورة ينبغي أن تكون حكومة ثورة تهيئ البلاد للانتخابات، باعتبار أن الحكومة السابقة أحدثت ضررا بالغا في مجالات مختلفة، منها الاقتصاد والسياسة والاجتماع وكذلك الأجهزة الأمنية والخدمة المدنية. وبالتالي كانت الحكومة السابقة من أهم مهامها تفكيك بنية النظام السابق، وهي كانت بنية أحادية، بنية نظام حزبي واحد، وهي القضية الرئيسية التي أثارت خلاف كبير بين الأوساط وبين الأطراف المختلفة. كانوا يرون في لجنة التمكين مهدد لمصالح كثير من القوات، كثير من القوى السياسية وكثير من القوى الاجتماعية، وكذلك يرون أن لجنة التمكين لجنة فوق دستورية أو لجنة فوق القانون، كانت لديها صلاحيات واسعة لعزل بعض كبار الموظفين وتجميد الحسابات وتدخل في أغلب شؤون الدولة، باعتبار أن واحدة من مهام الفترة الانتقالية التي نص عليها في إعلان الحرية والتغيير وكذلك الوثيقة الدستورية هي تفكيك بنية نظام 30 من يونيو. هذه المهام الآن غير متوفرة لدى الحكومة الحالية. الحكومة الحالية تهتم فقط كما ذكر رئيس مجلس السيادة بمعاش الناس والترتيب للانتخابات، وهو أمر يعني يرضي بعض الناس. بعض الناس يرون أن الحكومة غير منتخبة وينبغي لا تتوسع في المهام وأن فقط تركز على معاش الناس والأزمة الاقتصادية، وربما يمكن أن تهتم بقضية السلام وتحقيق السلام الشامل والعادل والترتيب للانتخابات. لكن أعتقد أن الآن الوضع كله مختلف، يعني الحكومة حتى في ظل الشرعية الثورية وفي ظل التوافق السياسي هذه المهام محل جدل ومحل نقاش. الآن المجموعة الأخرى المؤيدة للانقلاب العسكري مؤيدة للبرهان ترى في أن هذه الخطوة هي خطوة سليمة ولا داعي لأن يكون الأحزاب في الحكومة. الأحزاب يمضون إلى تأسيس أحزابهم والاستعداد مبكرة للانتخابات، والحكومة تمضي للاهتمام بمعاش الناس وتركز على هذه القضية وكذلك الترتيب للانتخابات. لكن بصورة عامة هناك إشكال سياسي لن تحله هذه الحكومة، وبالتالي الحكومة مطلوب منها أيضا أن تكون محل إجماع ومحل ثقة الجميع حتى تدخل الانتخابات
بالتوافق يعني، لكن هذا الأمر الآن غير جميل. متوفر. وسأعود بعد قليل للخوض في الأزمة السياسية القائمة والآفاق أمام حالاتها، لكن سيد عبود مرحبا بك معنا في هذا النقاش. ما رأيك، هل تشكل حكومة تصريف الأعمال مدخلا للبداية على طريق الحلول أم ماذا؟ مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أنه هذه الخطوة تأخرت كثيرا، كان من المفترض أن تكون مباشرة بعد قرارات 25 أكتوبر، ولكن يبدو أن المجلس العسكري المجلس السيادي بمكوناته وبما فيهم رئيس المجلس السيد البرهان فتحوا المجال أكثر للحوار من أجل يعني احتواء الأزمة السياسية الكبيرة التي تعرض لها السودان. ولكن هذه الخطوة الآن كان أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، وأعتقد أنها يعني خطوة قد تساعد في استقرار الأوضاع وبالتالي الاهتمام فعلا بمعاش الناس والتجهيز للانتخابات. أي حديث عن وجود قوى سياسية في المراحل الانتقالية هذا يتعارض حتى مع القيم الديمقراطية التي تنادي بها هذه الأحزاب. أعتقد أن الأحزاب من حقها أن تطلب الحكم عبر الانتخابات، هذا هو السبيل الوحيد. أما غير ذلك فهذه أوضاع انتقالية يجب أن يكون فيها كما هو الحال الآن يعني قيادات مهنية أو على الأقل خدم من الخدمة العامة تدرجوا في هذه الوزارات، تدرجوا في هذه المسؤوليات حتى وصلوا إلى مراحل الوكيل وكيل الوزارة وهكذا. فبالتالي هؤلاء هم أقرب إلى تصريف أعباء الوزارات حتى أعمال الوزارات حتى مرحلة الانتخابات التي يكون متاحا فيها المشاركة مشاركة الجميع. أنا أعتقد أنه للأسف الشديد الحكومات السابقة الحكومتين السابقتين للدكتور عبد الله حمدوك يعني بدلا عن أن تبني زادت الأزمة الحياتية للمواطنين بأكثر مما كانت فيه له في عهد البشير. زادت الظروف الاقتصادية زاد وقع على المواطن وأصبح يعني يعاني الأمرين المواطن في حياته الاقتصادية وفي حياته المعيشية، وكذلك يعني حتى الأوضاع الأمنية وصلت إلى مراحل متدهورة، وبالتالي حتى الوضع الذي كان فيه في عهد البشير الآن تدهور خلال المرحلة الانتقالية بحكومتيها السابقتين. وبالتالي يعني لابد أن يكون المكون العسكري كلمة باعتبار أن الوضع الأمني مسؤولية مباشرة عنده، وبالتالي تصريف هذه الحكومة لتصريف الأعباء هذه الحكومة الانتقالية وهذه الوزراء هؤلاء الوزراء المكلفين بتصريف الأعمال للوزارات ينطلقون من موقفين: الأول احتواء الأزمة الاقتصادية الخانقة وتسهيل المعاش المواطنين، والتالي الأمر المتعلق بالترتيبات المتعلقة بالاستعداد للانتخابات وفقا لما أعلنته دوائر غربية ودوائر كبيرة غربية كبيرة والأمم المتحدة كما قال فولكر أن الانتخابات تحتاج إلى حتى 2023 فعلا هذا وقت مناسب بالنسبة للإجراءات التي من الممكن أن تتم خلالها. صح، والتحضيرات للانتخابات هي ليست تحضيرات لوجستية فحسب، التحضيرات للظرف والمناخ السياسي العام في البلاد. وهنا سيد حافظ، بتصورك هل بانشغال حكومة تصريف الأعمال بالأعباء اليومية للبلاد وبيوميات الناس، هل تفسح المجال أمام الأطراف السياسية المختلفة والمتصارعة أيضا للانشغال والاهتمام بالمبادرات القائمة والمضي لمسارات الحوار والعمل فعلا على تهيئة الظروف والمناخات للذهاب للانتخابات في البلاد؟ لا أعتقد ذلك، هي الحكومة نفسها ستواجه هذا التحدي، يعني ليس بمعزل عن تحدي الصراع السياسي، ستصطدم مهامها بالصراع السياسي وكذلك بالإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات لمواجهة الاحتجاجات، لأنه هذه ليست من صلاحياتها. هناك يعني أمور كثيرة تحتاجها يعني لا تستطيع القيام بها، مهامها محدودة، وبالتالي حكومة مشلولة، حكومة منقوصة الصلاحيات. وإذا كانت الحكومة السابقة حكومة كاملة الصلاحيات لم تستطيع أن تفعل شيئا، فكيف بحكومة ناقصة الصلاحيات؟ الآن الحكومة هذه أيضا لن تصمد كثيرا وستسقط،
هذه الحكومة من الإشكالات الكبيرة التي تواجهها. أيضا هناك أطراف السلام يشاركون فيها، يعني هناك وزراء تقريبا 7 وزير جاءوا بناء على اتفاق جوبا للسلام، هم الآن يحتفظون بمواقعهم كوزراء، وبالتالي يعني مهامهم وفق الاتفاق جوبا ليست محصورة في مهام معاش الناس فقط والتحضير الانتخابات، لديهم مهام أخرى أيضا. هذا الأمر لن يستمر طويلا، أعتقد يعني بالوثيقة الدستورية وباتفاق جوبا وبالظروف التي نعيشها في السودان، يعني ستحتاج الحكومة إلى إجراءات أكثر من إجراءات تصريف الأعمال ومعاش الناس. ستضطر أيضا مرة أخرى لممارسة مهام أخرى غير المهام التي ذكرها يعني رئيس مجلس السيادة في خطاب تعيينه لهؤلاء الوزراء. أيضا الأزمة السياسية غير منفصلة عن الحكومة، غير منفصلة عن مهام الحكومة، غير منفصلة عن أشخاص الحكومة نفسهم، وصراع السلطة وتقسيم السلطة ونسبها بين الأقاليم المختلفة. يعني الأمر يعني لو كان في بلد مستقر وفقط يريدون تسيير الأعباء ويعني تسيير الحكومة والقرارات والصرف وما إلى ذلك، يمكن أن يكون ذلك معقول، لكن نحن في السودان لدينا تحدي بناء الدولة نفسها، تحدي تأسيس للحكومات، تحدي يعني في كل شيء، وبالتالي لا 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 يمكن فصلها هذه المشكلة السياسية من المشكلة التنفيذية. جميل. من مشكلة معاش الناس، من مشكلة الانتخابات نفسها، وبالتالي أعتقد أن الأمر لن يدوم طويلا، ستحل هذه الحكومة وستشكل حكومة جديدة بمهام جديدة تستجيب للإشكالات الكبيرة التي تسببت فيها التجربة بين المدنيين والعسكريين. ما رأيك في هذه الزاوية سيد عبود؟ هل انشغال الحكومة بتصريف الأعباء اليومية كما أشرت، هل يفسح مجالا للأطراف الأخرى للذهاب للحوار ولحلحلات الأزمات السياسية في البلاد، أم تجد الأطراف كلها خلال المرحلة المقبلة بما فيها حكومة تصريف الأعمال غارقة في كل هذا المأزق الذي يزداد عمقا ربما؟ في تقديري القرار الذي صدر بتكليف هذه الحكومة حدد مهامها فيما يلي معاش الناس والتجهيزات للانتخابات، وأعتقد حتى استكمال السلام قد يكون واحد من هواجسها، لكن أنا أعتقد أنه بيتيح الفرصة أكثر للقوى السياسية أن تنخرط في المبادرة الأممية التي تم إعلان عنها للحوار، لتسهيل الحوار بين المكونات السياسية وحتى المكون العسكري. أنا أعتقد أنه هذه فرصة حقيقية أتاحها القرار، قرار تشكيل حكومة تصريف الأعمال أتاح الفرصة الحقيقية للقوى السياسية أن تنصرف إلى الهم السياسي، إلى على الأقل توحيد رؤاها. الانقسام الكبير الذي تعاني منه قوى الحرية والتغيير الآن ورفض الشارع نفسه، رفض الشارع لها، أعتقد أن هذه فرصة الآن أتيحت لها حتى تجمع قواها وتوحد كلمتها، حتى يعني تنشغل أكثر بترتيبات ببرامجها وترتيبات ما يلي الانتخابات، وترك الأمور التي كانت تشغلها ولم توفق فيها من ناحية بتاعت معاش الناس، ومن ناحية بتاعت تسهيل الإجراءات الاقتصادية والأوضاع والأزمة الاقتصادية الطاحنة، هذه تنصرف عنها وتتركها لحكومة تصريف الأعمال. هذه فرصة الآن، يعني للأسف نحن كالسودانيين يعني لا نستفيد من الفرص المتاحة، لا نستفيد من الفرص التي يعني تكون متاحة لنا منذ 2019. الاتفاق على عيوبه، اتفاق الوثيقة الدستورية على عيوبه بين المكون العسكري والمكون المدني في قوى الحرية والتغيير، الذي كان في ذلك الوقت يعني يمثل الشارع، منذ ذلك الوقت نحن نضيع في الفرص، وجاء تعيين رئيس الوزراء حمدوك وأضيعنا فرصة كبيرة جدا جدا في حل مشاكل والقضايا الأساسية التي نعاني منها، وكذلك حدث ذلك في 25 أكتوبر ثم 21 نوفمبر. يعني الآن هذه فرصة للقوى السياسية أن تستعيد أراضيها وتؤكد أنها فعلا تستطيع أن تمتلك الشارع بما عندها من برامج ومن خيارات لدفع إلى الأمام بالنسبة للانتخابات، حتى يكون الوضع الديمقراطي مكتمل. يعني نحن نريد المدنية ولكن على أساس الانتخابات وليس أي شيء آخر. يعني
سيد حافظ، هذا الإعلان لتشكيل حكومة تصريف الأعمال جاء بعد ساعات من اللقاءات بين مجلس السيادة والوفد الأمريكي. هل بالإمكان في ضوء هذه المخرجات التعويل ربما على دور أمريكي أكثر نشاطا وأكثر فاعلية في دفع الأوضاع قدما في البلاد؟ أنا أعتقد ذلك. يعني الوفد الأمريكي الذي جاء إلى السودان وفد كبير، يعني مساعد وزير الخارجية وكذلك مبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، والتقوا بأطراف مختلفة. أعتقد أن هذا الدور، هذه الجهود الأمريكية واضح جدا أنها تدفع بهذا الاتجاه، يعني اتجاه أن تكون أن يكون هناك حوارا جادا يقود في الآخر إلى العودة إلى مسار التحول الديمقراطي، وأن يقود إلى تشكيل حكومة مدنية، ليس هناك خلاف في هذا الأمر، وكذلك إيقاف العنف الذي تمارسه السلطات حاليا بحق المتظاهرين والسماح لهم بالسماح لحرية التعبير وحرية التظاهر. وهذه الإجراءات كلها أعتقد أنها تصب في هذا الاتجاه. يعني أعتقد أن الوضع الحالي غير مرضي عنه، بدليل الوفود والحوارات التي يعني تشجع عليها الأطراف الدولية، وكذلك الخطوات التي يعني يمضي فيها فولكر في الداخل ودعم المجتمع الدولي له. أعتقد أن أي حوار سيقود بالضرورة إلى إقرار ما يطلبه الشارع من أهداف، يعني أن تنصرف الأطراف المختلفة إلى ما يليها من مهام، أن يمضي المكون العسكري إلى إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن يتخصص أكثر ويطور نفسه ويبني القوى بما يستجيب للتحديات الكبيرة التي تعيشها البلاد، التحديات الأمنية، وأن ينصرف أيضا الأحزاب إلى التحديات السياسية والتحديات بناء الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وأن تتشكل حكومة من كفاءات مستقلة تكون محل ثقة الشارع وأيضا محل ثقة المجتمع الدولي حتى يتم دعمها. يعني نحن الآن فقدنا دعم كبير جدا كان يعني يسهل من الأعباء المعيشية ويسهل من مهام الحكومة، سواء كان من أصدقاء السودان أو حتى الوعود التي وعدت بها الحكومة. كل هذه الفرص ضاعت بسبب الصراع السياسي وبسبب الانقلاب العسكري وبسبب الخطوة التي قام بها المرهاب في 25 من أكتوبر. كان يمكن أن تحل الأزمات السياسية في إطار الحوار السياسي بتسهيل من الأمم المتحدة، وخاصة أن البعثة كانت موجودة في الداخل وكانت تجري لقاءات بين الأطراف المختلفة، وأيضا كان رئيس الوزراء الدكتور حمدوك الرئيس السابق أيضا لديه مبادرة كانت تمضي، يعني ولقاءاته كانت تمضي بين الأطراف، ولكن يعني سبق السيف العدل كما يقال وأنهت الإجراءات الانقلابية كل هذه الآمال، وبالتالي عدنا من جديد إلى محطة الصفر يعني، والآن نبدأ حوارا سياسيا للتوافق على إطار دستوري جديد. هذا الإطار الدستوري الجديد أعتقد أنه يمكن أن يصحح الأخطاء السابقة. الأخطاء السابقة ليست يعني غير معترف بها، الجميع يعترف بأن هناك أخطاء سابقة فيما يخص الالتزام بأهداف الثورة، خاصة في كثير من القضايا الحاسمة. الآن يمكن تصحيح هذه الإجراءات عبر الحوار السياسي. وفي ضوء هذه المحاولات لترتيب المرحلة المقبلة، سيد عبود، هل بتصورك في ضوء مخرجات الزيارة الأمريكية الأخيرة، هل يبنى أكثر على دور أمريكي يمكن أن يدفع الأمور أبعد؟ أنا في تقديري أنه الولايات المتحدة يعني تتعامل بأمر واقعي، بينما القوى السياسية تسعى لإبعاد المكون العسكري والقيادات العسكرية من المشهد السياسي. نعتقد أنه الإدارة الأمريكية بوفدها الرفيع هذا يعني وضعت أول أساسيات من لقاءاتها مع المكون العسكري، ولقاء البرهان وحميتي وياسر العطا أعضاء الرئيس ونائب وعضو المجلس السيادي من المكون العسكري، وكان هذا يعني في النهاية ثمرة الاتفاق بين الطرفين على هذه يعني أجندة أو على الأقل خارطة الطريق بتشكيل الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، والنظر في الوثيقة الدستورية لإمكانية التدخل فيها وتعديلها، والعمل على تشجيع الإجراءات القادمة الانتخابية. قبل ذلك الحوار بين المكونات على مائدة مستديرة. نعتقد هذه نظرة واقعية من الإدارة الأمريكية يمكن أن تساهم في وضع خطوط عريضة
للحوار والجلوس الى مائده مستديره والعمل على حل القضايا العاجله والانيه الان بما فيها الترتيبات الامنيه. واعتقد انه كذلك يعني الاداره الامريكيه واجراءاتها التي لم تتجاهل المكون العسكري، انا اعتقد انها هي النظره الواقعيه الحقيقيه التي تتطلب من قوى الحريه والتغيير بمسمياتها المختلفه وبانشقاقاتها المتواليه ان تنظر الى هذا الامر نظره واقعيه وتتجاوز الشعارات العدميه التي اطلقتها مع الشارع من الشارع السائر. أنا أعتقد أنه الثوار في الشارع الآن يعني مع تناقص أعدادهم، ولكنهم يعني ينطلقون إلى حماية حقوقهم في التعبير وحماية أرواحهم، وبالتالي هم أبعد ما يكون على الجوانب السياسية التي تنادي بها قوى الحرية والتغيير. وبالتالي هذه المواكب الشبابية والمظاهرات الشبابية يجب أن تكون في انطلاقتها والتزامها بالسلمية حتى تمكن وتقر وتوصل إلى ما ترجوه من حلول تدعو إلى حكومة مدنية. والآن هذا التشكيل المؤقت هو حكومة مدنية بكل مسمياتها التي يمكن أن تقول، وتمضي إلى الإجراءات التي يعني منصوص عليها من خلال قرار التشكيل. شكرا جزيلا، وقت نقاشنا لهذا الموضوع انتهى. أشكرك من الخرطوم السيد عبود الخليفة الباحث السياسي، ومن الخرطوم أيضا السيد حافظ كبير الباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم.